السمنة ده هيعمل ايه؟ هيجي على الحياة العصبية للنفس، هو ده متخزن ومش بالأكل لازم كله، وده بيتوقع هنا في الحياة العصبية دي. الحياة العصبية الأكل لازم كله دي، يعني الكيسة بس بتاع الأكل، والأكل دي بتحسن الهدف السلام وهدف الجزية والسلام. هذه الجزية لازم تكون معها كومبتنس، وده هيحصل. يعني تيجي هذه السلام وهذه الجزية ده، وده موجود في الستوك.